السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شيوات أم أمين. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نقدم لكم غريبة ديال القرقع واللوز اللي كتجي زوينة في الشكل ديالها، كتجي معلكة ولذيذة بزاف في المذاق. فإلا عجبتكم هاد الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تخليولها بزاف ديال لي لايك، وكذلك تخليو ليا تعليقاتكم وتبارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي، ونخليكم مع تتمة الفيديو. نتمنى لكم فرجة ممتعة. الو، بالنسبه للمقادير ديال هاد الغريبه، فانا احتاجيت اولا استعملت 450 غرام ديال القرقع و 450 غرام ديال اللوز، اي 900 غرام في المجموع ديالهم. انا هنا ضاعفت المقادير 3 ديال المرات. في صندوق الوصف غنخلي لكم المقادير اللي ديال بره وحده. الو كيما قلت لكم، فدرت 900 غرام بيناتهم بجوج، درت النص النص. يمكن لكم نتوما تزيدوا فيها القرقاع اولا تزيدوا فيها اللوز على حسب اللي متوفر عندكم وعلى حسب الرغبه ديالكم. وكذلك بالنسبه للقرقاع فكنديروه في واحد الفران اللي كيكون سخون من قبل، كنطفيوه وكندخلوه ليه وكنخليوه حتى كيبرد فيه. من بعد كنخرجوا داك القرقاع، كنديروه في واحد المنديل نقي وكنبداو كنحكوه شويه باش كنحيدوا ليه هذيك القشيره ديالو الرقيقه. هاد العمليه هذه مهمه لان هذيك القشيره ديال القرقاع كتقدر تعطينا المروره في الحلوه ديالنا. الو غنحتاجو كذلك 300 غرام ديال السكر سنيده، كل عبار كنديروا فيه 100 غرام ديال السكر، و جوج ديال المعالق كبار ديال مربى المشمش. هذا المربى هذا كيجي لنا فيها زوين، كيخليها لنا معلكه. معلقه كبيره عامره مزيان ديال القرفه مع قبصه كبيره ديال الملح. غادي نحتاج كذلك للروح ديال اللوز اللي هنايا غادي نستعمل منها معلقه كبيره، وكذلك جوج ديال الحبات ديال البيض اللي كنقدروا نستعملوهم كاملين اولا لا على حسب القياس ديالهم. البيض كنضيفوه غير شويه بشويه. وبالنسبه لخميره الحلويات، فانا هنا غنستعمل كيس ونصف الكيس ديال 15 غرام، غندير واحد كله واحد غندير فيه النص. الا عندكم الاكياس ديال 7 اولا 8 غرام فتستعملوا منهم 3. الو هنايا غادي ندوز باش نطحن اللوز ديالي، اللوز اللي كنمسحوه فقط وكندوزو باش كنطحنوه. كنطحنوه البودره، واخا ما تكونش رقيقه بزاف ماشي مشكل، وحتى الا بغيتو تستعملوا اللوز اللي مطحون جاهز فكذلك ممكن. من بعد ما كنطحن اللوز فكندوز باش نطحنو القرقع اللي كنخليوه حتى كيبرد تماما، وعاد باش كنطحنوه حتى هو كيتطحن لينا بكل سهوله لان القرقع فيه كيطلق لينا الزيت بزاف، فدغيا كيتطحن وكيتعلق. وصافي هنايا فوضات كل شيء في واحد الاناء كبير، وغادي نضيف عليهم بقيه المكونات. غادي نضيفوا السكر، غادي نضيفوا القرفه. بالنسبه للقرفه اللي ما كيبغيهاش فيمكن لكم تضيفوا قشور البرتقال او قشور الليمون الحامض، حتى هما كيعطيو واحد النسمه زوينه. غادي نضيفوا كذلك المربى، المربى كذلك يمكن لكم تعوضوه بواحد المعلقه ما عامرش بزاف ديال الجليكوز. غادي ندير الخميره ديال الحلوه. صافي غنخلط كل شيء، وهنايا غادي نبدا كنجمع بالبيض. غادي ندير الحبه الاولى ديال البيض كامله، والحبه الثانيه غادي نهرسها في واحد الزلافه ونخلطها ونبقى نضيفها شويه بشويه. فانا كما غتشوفوا من بعد هذا الخليط هذا هز ليا الحبات ديال البيض بجوج، صافي كفاني فيهم. وكما قلت لكم فكيبقى على حساب القياس ديال البيض اللي استعملته. صافي كنعجنوها بطريقه عاديه، كندلكوها مزيان حتى كتجمع لينا، كنشوفوا بلي ما بقاش محتاجه البيض باش نجمعوها، وصافي كتكون موجوده. ما كنخليوها لا ترتاح لا حتى حاجه، كندوزو باش نشكلوها مباشره.
بالنسبة للتشكيل ديالها فأنا كان نوزنها، كان نستعمل الميزان وكان نشكلها بهذه الطريقة. كل حبة كان دير فيها ما بين 16 و 17 الجرام. كان نوجد الخليط ديالي كله على هذا الشكل هذا. من بعد كان ناخد واحد زليفة اللي فيها شوية ديال المزهر، وكان ناخد سكار كلاسي اللي كان ديرو في واحد الإناء. هنا استعملت هذا النوع ديال السكار كلاسي اللي فيه ديجا 3% ديال نشا البطاطس. إلا ما كانش متوفر عندكم استعملوا سكار كلاسي عادي، وضيفوا كل كيلو ضيفوا ليه كاس ديال النشا وصافي غادي تستعملوه. من بعد كنبدا كناخذ كل كويره كندير يدي في المزهر وكنكورها مزيان وكنديرهم في سكار كلاسي. صافي كنحرك عليهم باش كيتغطاو مزيان. ومن بعد كندوز باش كنصفهم في صينيه اللي مفرشه بورق الطهي. كنبعدوهم على بعضياتهم لانها غريبه كما كتعرفوا، غادي تزاد لينا واحد شويه في القياس ديالها. ومن بعد غادي ناخذ حبات اولا نصوصه ديال القرقع، هذوك لي سيغنو اللي يكونوا زوينين ومقادين. يمكن لكم ديروا فقط الحبات ديال اللوز الا ما متوفرش عندكم. وكنوضع كل نص فوق حبه ديال الغريبه، كنضغط عليه حتى كنكملهم كاملين. وغادي كنكونوا سخنا الفران من قبل مثلا على 180 حتى 200 درجه حتى كيسخن مزيان، وكنقصوا ليه درجات الحراره ل 150. غادي ندير الصينيه ديالي، الفرن كيكون مشتعل من الاسفل ومن الاعلى، والصينيه غادي نديرها قريبه للشوايه ديال الفوق. كنخليوها واحد 3 حتى 4 ديال الدقائق حتى كتبان لينا تحلات واحد شويه. ومن بعد كننزلوها للاسفل وكنخليوها فقط 2 حتى 3 ديال الدقائق ماكسيموم باش الغريبه ديالنا ما تنشفش لينا. وهذا هو الشكل النهائي من بعد ما كطيب. فكنخليوها في الصينيه ديالها حتى كتبرد تماما، عاد كنقدروا نحيدوها بواحد المعلقه ولا واحد لاسباتول وكنستفوها في العلب. والغريبه ديالنا ولا الحلوى ديال القرقع واللوز فكتجي على هذا الشكل هذا، كيجي الشكل ديالها زوين والمذاق ديالها كيجي رائع، كتجي معلكه. فقط احترموا لها الوقت ديال الطياب باش ما تقصح لكمش وتبقى معلكه. وصافي هنايا غادي نكون وصلت لنهايه الفيديو. فإلا عجبتكم ما تنساوش تخليو لها بزاف ديال اللايك، وبالنسبه للناس اللي جدادين معنا ما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الاشتراك بالضغط على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله. بسلامه.